43 دقيقة تقريبا من بداية اللقاء، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. هذه المدرب أو المدير الفني ألان هاريس، ويشوط حسين يوسف تنط وعلاء عبد الصادق عثمانو حسين عبد اللطيف من أيمن منصور، جمال السيد مغطي عدد المدافعين أكثر، أيمن هادي خشبة في اليمين، إبراهيم حسن محمد عبد الجليل، إبراهيم مرة تانية على حدود المنطقة ويجرب إبراهيم وشوطها جول إبراهيم حسن، جول إبراهيم حسن، جول إبراهيم حسن، وهياخد إنذار وهياخد إنذار، جول وإنذار، جول وإنذار، خد إنذار فعلا، خد إنذار لسوء سلوك لأنه قلع الفانيلا وجري. إبراهيم مش مصدق واقع، وجمال الشريف، جمال الشريف اداله انذار، ومدرب حراس المرمى بيكلمه اهو هنشوفها. مره ثانيه اهي الكوره في المقص، ابراهيم حسن جول وانذار، يعني ابراهيم حسن جاب جول وما قدرش يكتم الفرحه، قلع الفانيلا في الملعب وده بيعتبر في حكم سوء السلوك عشان كده خد انذار. طبعا الفرحه جزء متمم لاحراز الهدف، لكن لا يجب المغالاه في اظهار الفرحه بان احنا نقلع فانيلا او نجري على مدافع. عبد الجليل يوسف، محمد يوسف برجله الشمال ويفوت من الشيشيني وهيعمل بالعرض. محمد يوسف بنشوفها مرة تانية، أهو مشي أهو، بنشوف عدى وفات من سامي الشيشيني وبيلعب برجله الشمال كويس قوي من الزاوية المقفولة في الزاوية البعيدة. مصطفى إبراهيم، إبراهيم حسن، محمد يوسف، عبد الجليل، هادي خشبة، تاني عبد الجليل، محمد رمضان، رمضان في 3 من النادي الاهلي مقابل 6 للزمالك، رمضان وبيعملها اوفر، وعبد الجليل بيحطها عبد الجليل جول، عبد الجليل جمله مرسومه، هدف مرسوم جدا الحقيقه، اوفر عبد الجليل قابلها في الزاويه البعيده عكس اتجاه حسين السيد. محمد عبد الجليل في الدقيقه 37، اهو نشوف مره ثانيه اهو عكس اتجاه الناحيه الثانيه. 3-0، 3 لا شيء، 3 الضربه الموضعيه هياخدها من نادي الزمالك. اهو بنشوف مره ثانيه عبد الجليل حطها في الزاويه البعيده، اهو بسرعه فيها فكره. وبقول لحضراتكم لسه ان عبد الجليل مستواه السنه دي متميز، هو طبعا نقول خالد الغنزة.